طبعا كنا عايزين نتكلم في تفاصيل كتيره ليها علاقه بالامور الفنيه واحداث مباراه الامس، ويمكن حتى مارسيل كولر اتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي لما اتسال على مسؤوليه الاخطاء اللي تمت في المباراه والخساره. الراجل كان بكل جراءه ووضوح قال مسؤوليتنا، يعني الراجل كان واضح جدا في تعليقه على فكره الخساره والتشكيلات والتغييرات اللي تمت في المباراه. اكيد هنتكلم على كل التفاصيل دي، ولكن كالعاده يعني في حاجات كده لازم تبقى متصدره المشهد في السوشيال ميديا، وفي مثل هذه المباريات الكبيره اللي بيتصدر المشهد مثلا مدرب فريق من الفرقتين، حارس مرمى فريق من الفرقتين، لاعب، جمهور، قلما لما تلاقي مثلا ايه متصدر المشهد حكم. ولكن من امبارح للنهارده متصدر مشهد مباراه القمه كما هي العاده وكما كان متوقع هو الكابتن ابراهيم نور الدين، وانا مش عارف ليه. يعني المباراه على المستوى الفني اجمالا تقدر تقول متوسطة المستوى من الناحية التحكيمية، ما كانش فيه على فكرة إبداع تحكيمي في أرضية الملعب، ده بالعكس، ده لولا تقنية الفيديو يعني المباراة امبارح كانت هتبوظ. أنا بتكلم بكل أمانة مع كامل احترامي لكل الناس اللي طلعت حللت في الاستوديوهات موضوع الأخطاء التحكيمية، مباراة امبارح لولا تقنية الفيديو كانت المباراة امبارح باظت. كابتن إبراهيم نور الدين كان عايز يدي كارت أحمر لعبد المنعم. كابتن إبراهيم نور الدين ما هو اللي صفر ركله جزاء وكان بعيد عن اللعب او اعتمد على المساعد، وانا هتكلم ليه كان امبارح في الشوط الثاني بيعتمد على المساعدين. ولكن النهارده الكابتن ابراهيم نور الدين بعد سلسله طويله جدا من التصريحات اللي خرجت بالامس فاجئنا من شويه على صفحته الشخصيه ببيان طويل عريض، وكان هو مش شايف ان في لجنه حكام، وكان هو مش شايف ان في اتحاد كوره، وكان هو مش شايف ان في رابطه انديه. انا لاول مره في حياتي اشوف حكم مع كامل التقدير لشخصه، هو عارف انا بحترم الناس ازاي، ولكن دايما دوري ان انا ابرز الايجابيات والسلبيات. عندك ايجابيات في ماتش امبارح وعندك سلبيات في ماتش امبارح. من ابرز سلبياتك الشوط الثاني ما كنتش بتجري، وبعد المباراه اتكلمت كتير قوي، تصريحات في كل حته. امبارح كل ما تقلب على قناه تلاقي كابتن ابراهيم ضيف، كل ما تقلب على قناه تلاقي كابتن ابراهيم ضيف. فين لجنه الحكام من الموضوع ده؟ ما تعرفش فين، ما تعرفش. والنهارده بقى تكمل ايه بسلسله بيان طويل يتراجع فيه عن كل الكلام اللي قاله امبارح. امبارح اولا قال كلام تجاه الفريقين، اعتقد رابطه الانديه لو مركزه شويه في شغلها لازم تقدم مذكره ضد حكم المباراه لاتحاد الكوره، ده الف ب، لازم تقدم مذكره في حكم المباراه، ده واحد. الحاجه الثانيه كابتن ابراهيم لو من الحكام المصنفه في الاتحاد الافريقي اعتقد كان هيبقى في رد فعل على تصريحاته امبارح من الاتحاد الافريقي، بس هو خارج التصنيف فالاتحاد الافريقي مش مركز معاه. الحاجه الثالثه لما يطلع يعلن اعتزاله في 6 يناير وامبارح يعلن عكس كلامه ودلوقتي يعلن ان هو اصلا واخد قراره انه هيعتزل، ده كلام يعني اعتقد ان دل على شيء بيدل ان مباراه امبارح كان تعيين طاقم التحكيم بلا اي معايير فنيه. كانت الامور كده ماشيه ايه فريندلي ودي ما بين الاخ رئيس لجنه الحكام البرتغالي فيتور بريرا والكابتن ابراهيم نور الدين اللي بيطلق على نفسه دايما انا الحكم رقم واحد في القائمه الدوليه، دي وجهه نظره هو. لكن الوجهة النظر العملية والفنية والمعايير بتقول كابتن إبراهيم مش اللي هو الحكم المصنف رقم واحد في مصر. ليه؟ لأن أولا إحنا عندنا حكم محترف موجود في قائمة المحترفين في الكاف ما فيهاش الكابتن إبراهيم نور الدين، عندنا حكام النخبة في الاتحاد الإفريقي ما فيهاش الكابتن إبراهيم نور الدين. تيجي تقول لي طب هو اتعين في مباراة امبارح ليه؟ اسأل بريرا، اسأل بريرا. يعني اختياره في مباراة امبارح أولا ما كانش فيه فايدة فنية للحكام الصاعدين، لأن الشوط الثاني امبارح كابتن ابراهيم ما كانش بيجري في الملعب، كابتن ابراهيم نور الدين ما كانش بيجري في الملعب، بدليل انه امبارح في الشوط الثاني كان كل القرارات اللي بياخدها بيستعين بها بالمساعدين. ضربه الجزاء اديها له سامي هلهل، الفاولات اللي كانت في الشوط الثاني تجاه المساعد الثاني هلا عبد الفتاح كان هو اللي بيديها لابراهيم نور الدين. ورجعوا لشريط المباراه واتفرجوا، كابتن ابراهيم الشوط الاول كان بيجري في كل حته، كان مركز جدا، ولكن اكيد المخزون البدني ما ساعدوش ان يكمل بنفس التركيز في الشوط الثاني. حتى الانذار اللي اداه عبد المنعم في الشوط الثاني حسب معلوماتي وكان عايز يدي كارت احمر، كان عايز يدي كارت لانه بعيد عن اللعبه ما كان شايف احداث اللعبه، وكان المفروض اصلا كمان سيف الجزيري ياخد انذار، لكن هو ما كانش مركز في الشوط الثاني، وده نتيجه ممكن المخزون البدني ما اسعفوش لان الشوط الاولاني بذل مجهود بدني كبير جدا. ولكن على المستوى التحكيمي لا، مستوى متوسط، اخطاء فنيه كانت كثيره جدا بالذات في الشوط الثاني. هل التحكيم اثر على النتيجه؟ لا، لولا تقنيه الفيديو كان التحكيم امبارح اثر على نتيجه المباراه، وعشان كده تقنيه الفيديو موجوده، ولولا الخبرات اللي كانت موجوده في تقنيه الفيديو بوجود الكابتن محمد عادل والكابتن محمود ابو الرجال كانت الدنيا باظت، كانت الدنيا باظت بكل امانه وبكل صراحه.
اكبر دليل ان تعيينات لجنه الحكام في مباراه الامس ما كانتش ليها علاقه بالامور الفنيه هو اللي حصل في الجزء الاخير من المباراه، طبعا بخلاف الخطا اللي ارتكب من الكابتن سامي هلهل واللي على اساسه الكابتن ابراهيم نور الدين ادى ركله جزاء. كابتن سامي هلهل كان في موجود في ماتش نهضه بركان وابو سليم الليبي، وكان جزء من المشاكل اللي اثيرت في نهايه اللقاء لما ما رفعش تسلل على كوره نهضه بركان احرزتها هدف والفار قال له لا الكوره تسلل. فده اكبر دليل ان اللجنه اللي بتعين الحكام ما بتبصش للمعايير الفنيه، لان امبارح ادى ركله جزاء للزمالك وهي الكوره مش ركله جزاء. لما اتعادت في الفار مش ركله جزاء، والكابتن ابراهيم جاي من بعيد بص على الكادر كده ساعه احتساب ركله جزاء، كابتن ابراهيم نور الدين جاي في اخر الكادر والقرار بتاعه انتوا عارفين صفارته دايما لما بيدي ضربه جزاء بيبقى فيها يعني تفاعل كبير قوي وفيها عنف شديد شويه، امبارح بيدي ضربه الجزاء وهو مش متاكد وبيبص للمساعد وحب يوضح للناس ان القرار ما كانش قراره، فشاور لسامي هلهل بعد ما الفار لغى ضربه الجزاء وقال له مش مشكله يا سامي ركز مش مشكله نعدي اللعبه ما علينا. ولكن انا شايف التحكيم امبارح ما كانش فيه اضافه، انا مع التحكيم المصري وكنت بدعم ان التحكيم المصري يدير مباراه القمه، ولكن مش الكابتن ابراهيم نور الدين. ما ينفعش اجيب حكم شبه معتزل ويدير مباراه القمه، ما ينفعش اجيب حكم احنا عارفين اساسا ادارته للمباريات والشو اللي بيحصل واديره مباراه زي دي. واحنا شايفين من امبارح للنهارده الشو اللي بيحصل على السوشيال ميديا بناء على التصريحات اللي ما حدش في الرابطه اتحرك عليها لغايه دلوقتي ولا وجه مذكره لاتحاد الكره، ولا اتحاد الكره اصلا مركز مع بيريرا، ولا بيريرا عارف هو بيختار الحكام ازاي. اهم حكم مساعد في مصر حطه على غرفه الفيديو مش في الملعب. حكم رايح كاس عالم في قائمه البروفيشنال مش موجود في مباراه القمه. الحكم الثاني اللي مرشح كاس عالم مش موجود في مباراه القمه. الحكام اللي ادارت مباراه في كاس الامم مش موجوده امبارح في الملعب في مباراه القمه. ده ان دل على شيء بيدل ان الامور فيها هرجله. التعيينات فيها امور بعيده تماما عن الامور الفنيه. طيب. امبارح قال لك ايه بقى كمان؟ قال لك مباراه الاهلي والزمالك اه قمه وكل حاجه، بس ده بين فريقين في المركز التاسع والعاشر، اللي النهارده كاتب فيها بيان على صفحته وبيتراجع عن التصريحات دي. يا كابتن ابراهيم انت بتدير مباراه ما بين فريقين منهم فريق بيلعب نصف نهائي دوري الابطال اللي انت اصلا ما بتحكموش ولا بتصفر فيه، وفريق تاني بيلعب نصف نهائي الكونفدراليه اللي انت اصلا لا بتحكم فيه ولا بتصفر فيها في الادوار دي. تصنيفك في البطولات دي يا كابتن ابراهيم تصنيف في الادوار التمهيديه، ما بتقدرش تحكم لا دور مجموعات ولا ادوار نهائيه، ده تصنيفك في الاتحاد الافريقي، ويا ريت كل واحد يعرف موقفه وبلاش التعالي وبلاش التصريحات الرنانه. انت امبارح ما حسبتش مثلا ثلاث ضربات جزاء سليمه والفار ما راجعكش فيها. ده انت اول قرار مؤثر حسبته في المباراه الفار لغاه. فالمستوى التحكيم امبارح ما كانش الاعلى مستوى، لو حكم بيتفرج وعايز يستفيد لا ما استفادش. انا شايف ان التحكيم امبارح كان زيه زي نهائي كاس مصر. اقل من المتوسط. حكم غير مصنف ادار مباراه نهائي الكاس في السعوديه، حكم غير مصنف ادار مباراه في الدوري بالامس. هناك في الرياض كانت فكره ان احنا مش عايزين حكم مصري، والامر كلكم عارفين ما كانوش عايزين حكم مصري ليه، وده دخلوا في شغل بيريرا. وبالامس كانت فيه برضو اختيارات فنيه غير سليمه في اختيار ابراهيم نور الدين. في النهايه اللي عايز اقوله لا الاهلي استفاد بالتحكيم ولا الزمالك استفاد بالتحكيم، هنا حصلت اخطاء وهنا حصلت اخطاء. والهدف الثاني لو طلع كذا خبير قال لي اللعبه هدف سليم، انا شايفها امبارح مش بتكلم على لعبه سيف الجزير انه عامل دبل كيك وفيها عنف او فيها لعبه خطره، لا ده انا شايف كمان ان عبد المنعم لما لعب الكوره دونجا دخل خبط في عبد المنعم بدون ما يلعب الكوره، ما كانش فيه تنافس على الكوره. ولكن امبارح الناس كلها قالت لك لا هي الهدف هدف سليم. خلاص، لكن انا شايف امبارح ان التحكيم مش محتاج الهاله الكبيره اللي بتحصل دي. انا مع التحكيم المصري. ما كانش عندي مانع يدير المباراه محمد معروف او امين عمر او محمد عادل، واحد من الثلاثه اللي كانوا بيحكموا في كاس الامم. ما كانش عندي مانع ان يكون حد منهم في الفار ومحمود عاشور في الفار، ابو الرجال في الملعب، احمد حسام طه في الملعب، يعني ما كانش عندي مشكله. لو اللجنه اختارت كده كنت اقول لا اللجنه بتختار وبتشتغل صح، ولكن امبارح كل تعيناتها غلط. واكبر دليل على كده وعشان تعرفوا ان اللجنه ما بتستفيدش وتشوف الاخطاء اللي بتحصل، الحكم الرابع امبارح الكابتن احمد الغندور. انا امبارح مش شايف ليه اي دور في الملعب، اعتراضات على الدكه ولا ليه اي تواجد، ولا ليه اي تواجد، كرات بتختفي من الملعب ملوش اي تواجد. ونفس المشاكل اللي حصلت في ماتش نهضه بركان وابو سليم هي اتقررت امبارح، هي اللي اتقررت امبارح. واعتقد يعني الكابتن ابراهيم يمكن شاف معاه سامي هلال واحمد الغندور فقال لك الست دقايق خلصوا صفر، لو حسبت وقت ضيع زياده ممكن المشهد اللي حصل في بركان يتكرر معايا، فقال لك لا صفر يا عم بلاش،
ما هو اللي كانوا هناك كانوا معايا النهارده، فبلاش لا صفر، رغم ان الوقت الضايع الست دقايق ما تلعبش منهم غير دقيقتين، اربع دقايق مهدرين في كرات مش عارفين هي فين، وكاننا بنلعب في الشارع، وكاننا بنلعب في الشارع.